في كل مجال إمامنا الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، لما صارت بيعة يزيد بعض الصحابة اتجهوا للعبادة، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، شو نسوي بعد؟ خلاص راحوا وتفرغوا للعبادة والصلاة. الإمام الحسين عليه السلام شاف أن المسؤولية تقتضي أن يتحمل الواجب تجاه وضع الأمة، تجاه مصالح الناس، ولذلك ترك مكة المكرمة. متى؟ وقت الحج. الناس يقبلون إلى الحج، الحج له قيمته عند الله وفي الدين وعند الإمام الحسين عليه السلام، لكن هنا كانت الأولوية أولوية أخرى، تحمل المسؤولية تجاه الدين، تجاه المجتمع، تجاه قضايا الناس. لذلك ترك الحج وخرج من مكة، خرج متجها إلى العراق لكي يتحمل مسؤوليته. وإذا ما قرأنا سيرة الحسين عليه السلام في طريقه كيف كان يتعامل، لكي يخبرنا أن التعامل مع الناس حتى ولو كانوا أعداء ينبغي أن يتجلى في ذلك الالتزام الديني. ماذا صنع الإمام الحسين عليه السلام مع جيش الحر في الطريق؟ وإذا جيش يتكون من 1000 فارس بقيادة الحر ابن يزيد الرياحي، بعثهم عبيد الله بن زياد من أجل أن يلقوا القبض على الحسين عليه السلام إذا وجدوه في الطريق، ويأتوا به إلى الكوفة ليسلموه إلى عبيد الله بن زياد. الإمام الحسين عليه السلام كان قد أخذ الاستعداد، عنده كمية كبيرة ووفيرة من الماء، شاف جيش الحر 1000 فارس في الصحراء، يبدو نفذ الماء الذي عندهم، فكانوا يعانون من حرارة الشمس ويعانون من العطش. الإمام الحسين عليه السلام رأى ملامح العطش والظمأ في وجوه أولئك الذين جاءوا لحربه ولقتاله. التفت الإمام الحسين عليه السلام إلى أصحابه قال: اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا. مو فقط هم تهتموا بإرواء ظمأهم، الخيول التي عندهم أيضا، الدواب التي عندهم أيضا رشفوها ترشيفا. هذا جزء من الواجب الديني، هذا جزء من الأخلاق الدينية عند الإمام الحسين عليه السلام. وفعلا استقبلوهم، بذلوا لهم الماء. الإمام الحسين عليه السلام لم يكتفي بفعل أصحابه، هو عليه السلام شخصيا كان يشارك في ذلك. علي بن طعان المحاربي من شدة العطش كان يمسك وعاء الماء، ما كان يستطيع أن يمسكه بشكل جيد. الإمام الحسين بنفسه قام وأمسك له وعاء الماء حتى يشرب. يفعل ذلك مع من؟ مع جيش جاءوا لمحاربته، جاءوا لإلقاء القبض عليه. لكن هذه أخلاق الدين، هذه أخلاق الإنسان المؤمن تجاه الناس، حتى تجاه أعدائه، حتى من يأتون لمحاربته. كما تحدثنا أن منفعة الناس وخدمة الناس هذا فيه أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. الإحسان إلى الناس حتى لو كان هذا الإنسان مسيئاً، ادفع بالتي هي أحسن. هذه أخلاق الدين، هذه أخلاق المتدينين. مع الأسف هؤلاء الذين تعامل معهم الحسين بهذه الطريقة، كيف تعاملوا معه
في اليوم العاشر من المحرم، رأوه عطشانا وهو على بوغاء كربلاء يحتاج إلى شربة من الماء يسكن بها عطشه وظمأه، وقد أثقلته الجراحات ونزف الدماء في جسمه، ولكن أحدهم قال له: يا حسين، لا تذوق الماء حتى تذوق الحامية. قال: والله لأنت أولى بها مني صليا. وبالفعل قتل الحسين عليه السلام وهو يعاني من الظمأ والعطش، قتلوه عطشانا لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشانا. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى أنصارك المستشهدين بين يديك، ورحمة الله وبركاته.